هلا وصلنا لأولى فقراتنا. بلش الصيف بشكل جدي وبلشت معه العزايم والسهرات والمشاوير، وبهالحالة كل الستات والصبايا بيستخدموا مواد التجميل من كريمات بودرة وكتير قصص تجميلية، ولكن للأسف ما عندهم دراية وعلم بخطورة هالمواد أو لشو ممكن تأدي وتأذي بشرتهم أو حتى بشو ممكن تفيدها. وبفقرتنا لليوم رح نحكي عن فوائد وأضرار المواد التجميلية بفصل الصيف وشو تأثيراتها على البشرة، وخصوصا أنه في دراسات كتيرة أظهرت أنه أشعة الشمس مع مساحيق التجميل بتأدي لخطورة جفاف كبير على الجلد أو حتى على البشرة بشكل عام، وأحياناً بتكون مفيدة على حسب الظروف المحيطة وعلى حسب نحن كيف متصرفين. تفاصيل كثيرة رح نعرفها مع الصيدلانية ساما ناولو اللي صارت معنا باستديو. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. هلا. بداية خلينا نحكي عن شو تأثيرات الشمس وشو تأثيرات فصل الصيف على البشرة بشكل عام. تمام. هلا بالنسبه لفصل الصيف هو الفصل القاسي على البشره، خلينا نقول الشمس بتلعب دور كتير كبير بقصه الجفاف بالتصبغات بالكلف بالخطوط الرفيعه والتجاعيد. لهيك دائما انا بقول انه لازم حسب الفصل نغير الاعتناء بالبشره، لانه بشرتنا حسب الفصل بتتصرف معنا. تمام. طيب اليوم في اشخاص كثير بيهتموا ببشرتهم، وفي اشخاص يعني عندهم هيك باك جراوند انه نحن ما لازم نكتر ميك اب، نحن مفروض نحط الواقي الشمسي. في اشخاص بيحطوا واقي الشمس، بيحطوا كمان الميك اب، بيحملوا حالهم بيطلعوا برات البيت، بيفكروا حالهم انه هن خلاص صاروا بالسيف سايد وما ممكن انه يأذوا بشرتهم. اشخاص بتسال هل هذا الشيء بيفيد او لا، ودائما يعني بيقولوا انه لازم واقي الشمس يتجدد بين كل فترة والتانية، شو جوابنا على هذا السؤال؟ هلأ خلينا نقول إنه واقي الشمس هو خطوة أساسية بالروتين العناية والحماية للبشرة، ولكن هل هو كافي؟ خليني لكم شغلتين. أول شغلة إنه هو لحاله غير كافي. طبعاً نحن بدنا نعتمد على الغسول المناسب لنوع البشرة، لأنه الميك اب مثل ما بتعرفوا بيسد المسام، بيعمل طبقة، ممكن يعملنا رؤوس سوداء، حبوب، التهابات. لهيك أنا دائماً لما أرجع الصبح ومساء لازم أعمل بالغسول. هي أول شغلة. بعدين مثلاً لازم رتب قبل الميك اب، حط مرتب لأحمي أنا بشرتي وأحمي حاجز البشرة، وبعدها بحط الواقي تمام الشمسي. طبعا. كرمال التجديد هي فكرة كتير صح. كل الواقيات الشمسية بالعالم ما في شيء بيحمي أكثر من ساعتين، فأنا عندي بعد ساعتين مضطرة أني جدد. هلأ السؤال بيسألوا كل الصبايا كيف بدي جدد؟ حاطين ميك اب. تمام. فواقيات الشمسية في منها أنواع اللي هي سبراي، تمام، بتبخ بطريقة يعني رزاز كتير كتير خفيف، فأنا برا بقدر بخ على وجهي وبيتم الامتصاص وما بينزع الميك اب. تمام. وما بيلمع وبيحميني. تمام 100%. طب هلا نحن اذا فينا نقول اخذنا القصص الوقائيه يلي نحن ممكن نستفيد منها، اذا بدنا نحكي شو الاضرار يلي ممكن تاذي بشرتنا مع استخدام مساحيق التجميل وايضا بفصل الصيف، لانه نحن دائما يعني سواء شئنا او ابينا نحن دائما بنتعرض لاشعه الشمس بالصيف، فشو الاضرار يلي ممكن تاثر على بشرتنا؟ تمام. هلا انا كثير لازم انتبه، لانه مع درجات الحراره العاليه انا ممكن بعض المواد اللي كانت بالشتاء ما تحسسني ممكن هلا بفصل الصيف تعمل لي تحسس. 100%. تمام. ممكن انه انا يصير في عندي حكه، ممكن انا يصير في عندي تهيج من اشعه الشمس، احمرار، وكثير اشخاص صراحه بيعانوا منه. تماما. فانا مثل ما حكينا قبل شوي انه انا لازم دائما اعمل الشغلات الوقائيه، لازم انتبه من اشعه الشمس، دائما واقي شمسي، اذا كانت بشرتي بتتحسس فانا لازم انتبه انه شو من المواد التجميل عم يحسسني، ان كانت البودره ان كان الفاونديشن، فأنا لازم غيره. حتى المرطب يلي هو علاجي لازم بفصل الصيف غيره، وغير لمرطب من له لايت ويت بيكون مكتوب عليه، يعني هو خفيف على البشرة، لأنه بفصل الصيف البشرة ما بتتحمل المرطبات السميكة. حتى الميك اب يعني بالعادة بيكون سميك
يعني تحسي حالك انه انت حطيتي الواقي الشمس، حطيتي الفونديشن، وحطيتي بقيه قصص الميك اب كلياتها، تلاقي انه عن جد صار في سماكه تمام في وشك، فكثير من الاضرار ممكن خلينا تصير. خلينا نحكي شوي عن الاضرار يلي بتسببها المواد التجميليه لبشرتنا، خصوصي بفصل الصيف دائما بنتعرق، بصير شوب، بتلاقي ملمع وجهنا، قديش ممكن هذا الشيء يضرنا فعلا ويضر بشرتنا؟ تمام، طبعا لما انا عم تنسد المسام عندي عم بيصير في تعرق، يعني عم يتجمع كل هذا المواد بقلب المسام، هذا الشيء رح يؤدي لي انه انا يصير في عندي حبوب تحت الجلد، رح يؤدي لي انه انا يصير في عندي رؤوس سوداء، وبالاخير بتلتهب وبتصير حبوب. تمام. طبعا مع انه انا عم بيصير عندي تصبغات، عم بيصير عندي كلف، فانا كله هذا عم بيتجمع على وجهي. فمثل ما قلنا انه اهم خطوه مع المواد التجميليه هي الغسول لحتى انا نظف هي المسام وشو عم بيفوت على هي المسام. تمام. طيب هلا حكينا عن الاسباب يلي ممكن تاذي بشرتنا، حكينا عن اضرار مواد التجميل، اذا بدنا نحكي هيك بتوسع اكثر، قلنا نحن الغسول ممكن يساعد بالوقايه والحفاظ على بشره شابه ومتجدده دائما، قصص ثانيه ممكن تخلينا نحمي بشرتنا وكمان تكون خطوه للوقايه من اشعه الشمس غير واقي الشمس. تمام. خليني اقول لك، انا دائما بقول انه البنت ما في داعي تستغني عن شيء، يعني اذا هي بتحب الميك اب فيها تحط ميك اب، بس بنفس الوقت هو مثل ميزان، بدها تكون بتعتني بطريقه صح وبدها تكون بتحط ميك اب ما في مشكله. تمام. فاذا بقول لك الروتين الامثل قبل ما احط الميك اب هو روتينها هي الشخصي الصح، يعني يكون انا هي بتحط غسول، بتحط السيروم تبعها، طبعا اذا بتستخدم اي مواد مفتحه فلازم تحط واقي شمسي وتجدده كل ساعتين والا بتزيد التصبغات. تمام. كمان هي معلومه كثير مهمه. انا دائما بنصح انه يحطوا سيروم الهيالورونيك اسيد يلي هو بيرطب وبيعطي ملمس كثير حلو قبل الميك اب، وتحط الكريم المرطب يلي يكون كثير لايت ويت. هلا في شغله انا حابه اني انا انبه عليها. تمام. اللي هي انه بتلاقوا اوقات على البودره او على الفاونديشن مكتوب SPF 15، يعني هو فيه واقي شمسي نفس الفاونديشن. تمام. فيه نسبه، بتجي البنات بتحطه وما بتحط واقي شمسي وبتطلع الشمس بتتهيج بشرتها، بتفكر انه هو كافي بما انه فيه واقي شمسي. تمام. هو كافي انه ما نستخدم الواقي الشمسي. تمام. الميك اب يلي فيه واقي شمسي لا يكفي الاعتماد عليه بشكل تام كواقي شمسي، نحن محتاجين اجباري واقي شمسي، ولكن هل هو افضل من اللي ما فيه واقي؟ اكيد افضل بنسبه، يعني هو شوي عم يساعد ولكن انا ما فيني اعتمد عليه. فانا بحط هدول مثل ما قلنا غسول، سيروم هيالورونيك، مرطب خفيف الوزن من له جزيئاته خفيفه، واخر شيء الواقي الشمسي، ومنحط الميك اب، هيك بنكون ضمنانين 100% انه نحن بشرتنا صحيه نظيفه وصحيه. تماما. هلا بيقولوا لك من اخطر شيء انك تنام البنت بالميك اب، خلينا نحكي عن شويه فروقات بين البنت اللي بتنام بالميك اب وما بتقيمه لتاني يوم، وبين البنت اللي هي بحاله او بفتره الليل بتحط هاي السيرومات وهاي الغسول. تمام. في معلومه قريتها من فتره كثير حبيتها اللي هي انه بالليل جسمنا بيبني حاله، يعني انا بالليل تجدد الخلايا بيكون اكثر من الصبح وانا فايقه وهيك، فانا لحتى اسمح لبشرتي ترتاح وتكون عم تتجدد الخلايا، يعني عم يتجدد الكولاجين، يعني عم يتجدد الالاستين تبعت البشره، فانا محتاجه اني ريحها تتنفس البشرة. تماما. واستخدام بعض الكريمات بالليل يلي فيها الريتانول، يلي فيها شغلات الفيتامين سي اللي بتحفز انتاج الكولاجين، هو امر كثير مهم لحتى حافظ على شباب البشره. لهيك انا كثير مهم اني انا اول شغله اعمل غسول، لانه غير الميك اب في بنات ما بيحطوا ميك اب بيقولوا لي ما في داعي استخدم غسول. تماماً. ولكن يعني البشره عم تتعرض خلال النهار للغبار، للسيارات، الدخان، كل شيء انا عم تتعرض عليه البشره محتاجه لازم تتنظف البشره. تمام. سواء كنتي عم تحطي ميك اب او لا. طب هلا كل الاشخاص يعني يسمعونا حكيتي عن كريمات وعن سيرومات، في اشخاص عن جد ما بيقدروا يجيبوا هدول القصص، يمكن بالنسبه للظروف الاقتصاديه الصعبه على الكل، ويمكن لانه هن من الاشخاص اللي اساسا ما كثير بيحبوا يهتموا ببشرتهم. تمام. طب اذا هن مو متواجد معهم او مو موجود عندهم هاي الكريمات او السيرومات، شو بنقدر نستعيد عنهم؟
تمام. هلا بصراحة أنا شوي على قصة الخلطات الطبيعية، شفت آخر فترة إنه عم تعمل تحسسات، عم تعمل يعني دائما الخلطات الطبيعية بتلاقي فيها نشا، فيها هيك، خاصة إذا منقولة من جارة لجارة. تماما تماما. أو فيديوهات اليوتيوب يلي هن أصلا ما بيطبقوها بطريقة تماماً صحيحة، وبصير في تخيل إنه مثلا الوحدة فيتامين سي بتجي بتحط ليمون مثلا بتحرق بشرتها. فأنا دائما بقول إنه لا، مثلا بلا ما نعمل خلطات بقلب البيت، لانه ممكن نتحسس، ممكن نتهيج. في بشره بتقدر بالبقله او بناسبه هاي الشيء، لا. بس انا كمان اخر فتره كثير وصلني مسجات على هذا الموضوع، انه فعلا الكريمات مثلا خاصه الاجنبيه صارت كثير كثير غاليه. صح. فبعد ما هيك طلعت اكثر على الموضوع، شفت قديش صار في عنا شركات عم تعمل نفس التركيب تبعت برا واسعارها كثير مناسبه. فاي حدا بينزل على صيدلية عن جد بيقول بدي أنا هذا المنتج الوطني، بلاقي مثلا هيالورونيك هلأ اللي عم قلكن عليه موجود، الواقي موجود، الغسول بالسلسلة هدول تبع التنظيف القوي، كل هدول القصص صارت موجودة بأسعار كتير مناسبة. فأنا عن جد بنصحهم أنهم يلقوا نظر عليهم. كيف لازم اليوم تعرف البنت شو بناسب بشرتها؟ كمان طبعاً. في للواقي انواع بتناسب طبعاً. كل بشره مختلفه. كل المواد، الغسول والمرطب والواقي، لكل نوع بشره هو الشكل. واذا الوحده مثلا بشرتها دهنيه بتستخدم تبع البشره الجافه بيطلع لحبوب، بيأذي هذا الموضوع. فبتبلش القصه انه انا حدد شو نوع بشرتي، وبعدها كتير بسهوله هي بتقدر تقرا من المنتجات شو يلي هو بناسب نوع بشرتها. فاول شيء بتحدد نوع البشره، بعدين من الكلمات، يعني مثل ما انا عم اقول لك انه بيكون مكتوب انه هو مخصص للبشره مثلا ذهنيه ومختلطه. تمام. شكرا كثير لكل المعلومات يلي قدمتي لنا اياها ساما ناولو، وان شاء الله هيك كل الصبايا يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لكم، يسعد صباحك. هلا.